وإن الله مهما عملت فهو والله يقبلك ويفرح بتوبتك. بل جاء في الأثر أن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، يبي يتوب، يبي يغير، يبدل، وهو يقول يا رب يا رب، والملائكة يحجبون صوته حتى الله ما يغفر ذنوبه، لكن ما من يا رب يا رب اشهدك اني تائب، والملائكة يحجبون صوته، يا رب يا رب، والملائكة يحجبون صوته. ثم قال ربي أرحم الراحمين، تدخلت رحمة أرحم الراحمين، قال يا ملائكتي إلى متى وأنتم تحجبون صوت عبدي عني؟ علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فأحبتي بالله علينا أن نقبل الله من هذه الليلة. سائل يسأل يقول هل الذنوب إذا فعلناها ومتنا ونحن من أهل الجنة؟ وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا يدعون ذلك. وكما قال الحسن البصري هذا ظن الكذابين، والله يقول الحسن لو إنهم أحسن الظن لعملوا. هل الله يذكرنا بهذه الذنوب، بالزنا وتلك المعاصي والغدرات والفجرات؟ نعم يذكرك الله بهذه الذنوب، حتى إن الله سبحانه وتعالى لما تكون هذه الجلسة مع رب العزة والجلال، كل منا إلا إذا كنا من الجنة، ونسأل الله من فضله، كل واحد تكون له جلسة خاصة مع الله، ثم يقول لك الله يا عبدي تذكر ذنب كذا وكذا في مكان كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، يذكر الله بغدراته وفجراته، ثم يطأطأ رأس العبد استحياء من الله، ثم يقول يا ربي ألم تغفر لي يا رب، ألم تغفرها لي يا رب. ثم يضحك الرب سبحانه وتعالى ضحكة تليق بجلاله وعظم سلطانه، والله لا نعدم من رب يضحك. ثم يقول الله للعبد يا عبدي لو لم أغفرها لك لما بلغت هذه المنزلة. فأسأل الله جل وعلا أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا، لأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء. بعضكم يستغرب، الرسول كان يدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. تقول عائشة يا رسول الله كيف تقول هذا الدعاء؟ قال يا عائشة الحساب اليسير أن ينظر الله في كتاب العبد ثم يغفرها له، ولكن يا عائشة من نوقش عذب أو هلك. اللي ناقشه الله على كل ذنب وكل معصية وكل نظرة هذا أبشره بالهلاك والويل والثبور يوم القيامة، يصيح بأعلى صوته يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يغضب الرب ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قضيته جريمته أنه كان لا يؤمن بالله.